انتوا طيبين، رمضان كريم عليكم وعلى كل متابعين قناة فيتنس اند سبورتس وعلى الأمة الإسلامية جميعا. طبعا كل رمضان في ناس كتير بتفكر تخس، والمرة دي أنا جايب لكم مشروب سحري، أو زي ما بيقولوا مشروب سحري ممكن يخسسك حوالي 3 كيلو في أول يومين في رمضان. تعالوا معانا نشوف إيه هو المشروب، بيتكون من إيه وبيتعمل إزاي. أول حاجة هنسخن المية مع بعض، وهنجيب الكوباية بتاعتنا أو المالت اللي هنعمل فيه المشروب. هيكون معانا ليمونة هنقطعها نصين، زي ما انتم شايفين كده قطعت الليمونة نصين عشان نستخدم نص واحد بس. نستنى المية لما تغلي، بكده المية غلت كويس اقدر احط بقى ايه المشروب بتاعي زي ما احنا شايفين كده. طبعا المشروب ده من غير سكر، وابدأ اضيف الليمون، نص ليمونة بالظبط. طلع البزر وابدأ اضيف الليمون. نجيب معلقة عشان نقلب كويس، نطلع البذر من الايه، من الكوبايه. البذره صاحيه الظاهر ولا ايه، مش ناويه تطلع. كده عملت المشروب بتاعي، اقلبه كويس، وكده المشروب بتاعي جاهز للاستخدام. طبعا كله عايز يعرف ايه هو المشروب السحري اللي ممكن يخسسني 3 كيلو في اول يومين في رمضان، والمشروب هو الفنكوش. الفنكوش ايوه هو الفنكوش ده. المشروب هو الفنكوش بالظبط كده. ممكن بقى تقول لي الفنكوش ده هيطلع ايه؟ الفنكوش او المشروب ده هو عبارة عن شاي اخضر عادي جدا تجيبه من اي حتة ومحطوط عليه شوية ليمون. طيب ايه الفكرة في الموضوع؟ الفكرة ان من كام يوم كنت بقلب يعني على اليوتيوب وكده، فلقيت واحد منزل فيديو بيقول ان انت ممكن تخس خلال 3 ايام وتدمر الكرش بتاعك عن طريق مشروب سحري. دخلت ببص لقيته عامل مجرد شاي اخضر وحاطط عليه ليمون، طبعا جايب مشاهدات عاليه جدا وبتاع. فالفكره في الموضوع ان لما دخلت دورت على الشاي الاخضر وكده، هل هو بيساعد في التخسيس، او هو فعلا ممكن تقعد تشرب شاي اخضر فتخس وكل بقى اللي انت عايزه والكلام ده، طلع الموضوع فنكوش. مفيش شاي اخضر ممكن يخسسك في 3 ايام او 4 ايام او وقت على الكرش نهائيا او الكلام. طبعا في دكاتره كتير ومدربين ودكاتره تغذيه كتير بتتكلم عن فوائد الشاي الاخضر. فانا لما دخلت دورت على المواقع الاجنبيه، لقيت في دكتور عامل مقال، دكتور امريكي اسمه ديفيد هيمان، عامل مقال عن الشاي الاخضر وبيقول ان الشاي الاخضر بيساعد في زياده التمثيل الغذائي، وده بيساعد في حرق المزيد من السعرات الحراريه اللي هيساعدك انك تقلل من وزنك، بس طبعا ده بجانب التمرين وبجانب النظام الغذائي اللي هتمشي عليه. يعني مش مجرد انت تشرب شاي اخضر فخلاص تخس. كمان بيقول ان بعض الناس بتعتقد انه لما يشرب كتير من الشاي الاخضر ده هيلاقي ان الدهون بتسيح او بتدوب، وقال ان الكلام ده لن يحدث نهائيا. عشان تخس لازم يكون في نشاط بدني، والنشاط البدني ده بيتقسم لتدريبات الكارديو وتدريبات القوة، ويكون في نظام غذائي تكون ماشي عليه تحسب من خلاله السعرات الحرارية اللي بتستهلكها خلال اليوم. استنوني في الفيديو الجاي خلال كام ساعة هقول لك ازاي هتحسب سعراتك الحرارية خلال اليوم عشان تقدر تاكل بكميات مناسبة لسعراتك الحرارية عشان تقدر تخس. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وتشتركوا على قناة فيتنس اند سبورتس على اليوتيوب. كل سنة وانتم طيبين، استنوني الفيديو الجاي.